العالم اليوم النهارده نروح ونتكلم اكتر، نرجع تاني لمجلس الامن. بينتظر قرار مجلس الامن لاصدار قرار بشان وقف الحرب على غزه. يعني هذا الخبر والعنوان نتمناه جميعا. الدول الاعضاء الحقيقه ارجأت امس تصويتها لليوم انتظارا للموقف الامريكي، وطبعا كلنا عارفين انه الموقف الامريكي بيلعب دور حاسم جدا في اصدار قرار بوقف الحرب او لا. ده طبعا بيجي في وقت تصريحات متضاربة من وزراء خارجية بعض الدول الغربية بشأن موقفهم الحاسم تجاه الحرب. كلنا عارفين ان احنا في عدد من الدول الغربية لما الناس بتقعد تتكلم، لا هو عايز تفضل حالة الحرب دائرة وما فيش وقف لإطلاق النار. هناك حالة كمان من الترقب وكمان عدم الحماس والإصرار على وقف الحرب، وده احنا بنستغربه جدا بالذات من الأنظمة الغربية اللي مصرة على هذا الإصرار بأنه يفضل هذا القرار موجود. خلينا ناخد مزيد من التفاصيل، نروح لدكتور أحمد سيد أحمد المتخصص في العلاقات الدولية بالأهرام. مساء الخير يا دكتور أحمد. أهلا بك أستاذ شفقي. دكتور أحمد، يعني خلينا نعرف ماذا يدور في مجلس الأمن تجاه وقف إطلاق النار. يعني في الواقع أن هناك مشروع مقدم من الإمارات العربية المتحدة في مجلس الأمن يدعو إلى وقف فوري وعاجل ودائم لإطلاق النار مع إدخال المساعدات الإنسانية. وهذا القرار، هذا المشروع تم تقديمه يوم الاثنين وتم إرجاء التصويت عليه 4 مرات. واليوم المفترض أن مجلس الأمن يصوت عليه، وهذا التأجيل بيرجع لأن هناك تباينات في المواقف خاصة الجانب الأمريكي. أمريكا تريد تعديل صيغة القرار بحيث يتوافق مع يعني موقفها مع موقف الإسرائيلي فيما يتعلق بنقطتين. النقطة الأولى أنها لا تريد وقف دائم لإطلاق النار وإنما هدنة إنسانية. النقطة الثانية، هناك آلية يتضمنها القرار تتضمن أن تشرف الأمم المتحدة على المساعدات الداخلة لقطاع غزة من ناحية قطاع غزة بحيث تصل إلى المساعدات إلى الأونروا والمنظمات، بينما ترفض أمريكا وإسرائيل يعني وتزعم إسرائيل أن يعني لها الحق في تفتيش هذه المساعدات. وبالتالي هذه نقطة عالقة، يعني كان يدور هناك اليوم مباحثات كثيفة للوصول إلى صيغة توافقية. هناك أيضا بعض النقاط، يعني مثلا أمريكا تريد أن يتضمن مشروع القرار إدانة بشكل واضح لحماس والأعمال الإرهابية، بينما القرار يتضمن إدانة كل الأعمال الإرهابية بشكل عام ويعني إطلاق سراح الرهائن والأسرى. وبالتالي هناك يعني مفاوضات للوصول إلى صيغة. أنا في اعتقادي أمريكا غير متحمسة لصدور هذا القرار. أمريكا لا تريد أن يكون المجلس الأمن دورا في إدارة الحرب في غزة، ولذلك هي تضع شروط. هي نعرف في 9 من هذا الشهر استخدمت حق الفيتو على مشروع قرار مشابه لهذا القرار، ووافقت عليه 13 دولة بما فيها فرنسا وامتنعت بريطانيا، وكان هذا له مغزى. حتى الدول الغربية المؤيدة لأمريكا والمؤيدة لإسرائيل مثل بريطانيا وألمانيا وفرنسا كلها بدأت تبتعد كثيرا عن الموقف الأمريكي وتدعو لأول مرة إلى وقف دائم لإطلاق النار. ترى أن القصف العشوائي الإسرائيلي على قطاع غزة يؤدي إلى استهداف المدنيين بالأساس، وكما قال مكرون اليوم لا يعني أن تقوم إسرائيل بقضاء على حماس أن تسوي غزة بالأرض. وبالتالي بدأت مع المظاهرات والتحولات في المواقف الغربية، وهذا بالطبع يرجع إلى الدبلوماسية المصرية النشطة والفعالة في توضيح الأمور على الأرض الواقع. هناك تحولات حصلت في مواقف الرأي العام نظرا للصورة الحقيقية التي نقلها الإعلام المصري والدبلوماسية المصرية، ثم هناك الآن تحول في المواقف الغربية الرسمية بدأت تدعو إلى وقف إطلاق النار وترى أن الحرب في غزة إنما تستهدف بالأساس المدنيين. وبالتالي في هذا الجو هناك الآن أمريكا في وضع محرج، هي الآن في مواجهة مع المجتمع الدولي كله، لأن كل الدول تدعو باتجاه وقف دائم لإطلاق النار، بينما أمريكا تصر على تبني وجهة نظر إسرائيل في هدنة مؤقتة، تريد أن تضم القرار نقاط معينة، وبالتالي هذا سبب التأجيل. ولذلك يعني أنا أتوقع ألا أن تستخدم أمريكا الفيتو ما إذا ما لم يكن هناك تعديل كبير للمشروع بحيث في نهايه المطاف. طيب خلينا هنا استاذنك ناخد نقطه اسال حضرتك فيها سؤالي الاخير. هل تتوقع بان ترضخ امريكا او تغير امريكا من رايها لسببين؟ التغير اللي حاصل في يعني الدول الغربيه بانها اصبحت الان تميل اكثر، او عددا منها عشان نبقى اكثر دقه، تميل الى مساله وقف اطلاق النار، وايضا موقف الانتخابات الرئاسيه الامريكيه، خصوصا وان الاستطلاعات كثيره يعني تبرز بان بايدن الاستطلاعات ليست في صفه، بالعكس هو يعني يخسر كثيرا من شعبيته. هل ده ممكن يغير القرار الامريكي؟
في الواقع عايز نقطة مهمة. أولا أمريكا الآن بين مطرقة وسندان، هي بين مطرقة دعمها المطلق لإسرائيل وأمن إسرائيل والاعتبارات كثيرة لإرضاء اللوبي اليهودي، وبين سندان الضغوط الداخلية داخل الحزب الديمقراطي، تراجع شعبية بايدن في استطاعات الرأي في انتخابات الرئاسة، هناك ضغوط عالمية، ضغوط دولية حتى من الحلفاء الأوروبيين، وبالتالي هي تحاول بحث عن موقف يعني توازن بين أمرين، بين الدعم العسكري الذي اعلنته اسرائيل وتزويدها بالذخائر منذ ايام قليله وحمايتها في مجلس الامن الدولي ودعمها سياسيا، وبين يعني هامش في الجانب الانساني الحديث عن مدنيين، حمايه المدنيين، حديث عن تحول نوعي في العمليات بحيث يتم تقليل المدنيين، وبالتالي هذا يمثل مأزق في الجانب الامريكي وموقف مزدوج حقيقه، ويعكس الفجوه ما بين اقوالها في اللي خطابها الدولي، خطابها الانساني، خطابها المساعدات، وما بين افعالها الارض في دعم اسرائيل واعطائها الدور الاخضر في دعم اسرائيل وارسال اسطول من الحرب والمساعدات الاسرائيليه التي تاتي الى اسرائيل كل يوم. اكيد الموقف واضح والموقف مزدوج الحقيقه، ولكن يبقى القرار الاخير الذي نتمناه وهو وقف إطلاق النار، نتمنى أن يأتي هذا القرار. أشكرك شكرا جزيلا دكتور أحمد السيد أحمد، المتخصص في العلاقات الدولية بالأهرام.